السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة. في البداية الله يحفظنا ويحفظكم من شر الأمراض والأوبئة، والله يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية يا رب. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم أن يشافي ويعافي جميع مرضى المسلمين من كل مرض، من كل سقم، من كل بلاء، من كل أذى يا رب. وصباحكم صدقات من الابتسامة والكلمة الطيبة، فأكثروا منها فهي ما تكلف شيء لكنها صدقة وتؤجرون عليها. فالله يرزقنا ويرزقكم سعادة لا حدود لها يا رب العالمين. وإن شاء الله اليوم مستكملين جولاتنا في الشلالات. عاد اليوم تغطياتنا راح تكون في الشلالات، مغامرات وماي وصوت الحياة. فصباحكم سعادة. نزلنا طبعا للريوف والبوفيه اليومي. شيء يحب قلبكم، صباح العسل للعسل. زيتونهم لذيذ. عاد هذه أجواء قبال اليوم، الجو مشمس. ناس من ستحة سوتان، والمشكلة أنه لا يتغير لونهم، لا يتغير لونهم. إحنا بس خلونا طشونا احترقنا وخلصنا. سبحان الله رب العالمين، مقسم الألوان ومقسم الجلود، بس إحنا نحب لون. أنا عن نفسي أحب وأعشق لوني، لوني جميل. أحترق طشونا عقب أرجع طبيعي، أغير جلدي مثل الغيلان. الحين احنا سايرين المنطقه اللي فيها الشلال. قابيل وذا نيم. السلام عليكم. ان شاء الله اوغوز شلاله خلخال. اسم المنطقه اوغوز شلاله وشلال خلخال. احنا الحين سايرين منطقه اوغوز اللي تبعد عن قباله تقريبا 50 دقيقه، وشلال اسمه شلال خلخال. خلخال. متجهين الى شلالات خلخال. ليل ويا سي حفظني الاسماء. اسماءهم صعبه يا ابوكم، ما تنطق، احس تخلخل لساني مسكين. فالحين احنا في منطقه اوغوس وسايرين باتجاه شلالات خلخال. شوف الخضار، شوف الدنيا، شوف الدنيا. وتعافي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. الله يشافي ويعافي الجميع يا رب.
وصلنا إلى وجهتنا اللي ناسينها وهي شلالات خلخال خلخال. المهم قلتها صح يا رب. إن شاء الله الحين مسجل دخولنا في ألعاب في سيارات وفي أشياء كثيرة ما شاء الله. طبعا بين الغابات وبين الخضار وبين الأشجار. إن شاء الله الحين مسجل دخولنا وفي وادي عود داخل يودينا للشلال. دخلنا تذاكر بخمس مانات عاد ما أدري صدق ولا كذب. المهم دفعنا الشخص إحنا خمس مانات وما شاء الله المطر طيح ألعاب وكل شيء. زاد المطر زاد المطر زاد الأمطار. هاي الواحد يتسبح مطر. احنا جايين ندور المطر اصلا. سمعوا صوت خريق الماء حسارين باتجاه الشلالات. زادت الامطار ما شاء الله. وهذا الشلال ما شاء الله ما شاء الشلال تبارك الرحمن. شايفين الامطار الشلال. يا سلام يا سلام يا سلام. هذه شلالات خلخال. عاد هذا سيلفي من تحت المطر من امام الشلال. يا سلام الخضرة والماء والوجه الحسن ورحمة رب العالمين. يا الله الجو ماطر. بحيرة فيها سمك بعد. هذا ما بيت منطر ترى. هذا ماي الشلال. حد سألني قال لي هذا بيت منطر. لا لا ما بيت منطر هذا ماي الشلال. الشلال حادر من هناك ومسوين له دروب يصير فيها. السمكة الذهبية the golden fish. اتجاه الشلال. هذه بحيرة الشلال. مكان طيب وحلو. هنا الجمال هنا الدنيا. يا سلام Thank you.
عشان ندخل هنا ندفع واحد مانات، عشان نصور الشلالة وندفع واحد مانات. ما شاء الله مسوي فلوس. يعني انا دافع فلوس عشان اتصور تحت الشلال، تخيلوا وصلنا لزمان عشان اتصور ادفع فلوس تحت الشلال. شعور جميل. التصوير عند الشلال سبحنا ما شاء الله تسبحنا، ولو لابسه فاتح بعد، بس كان شعور جميل. لو دافع علي فلوس واحد مانات يعني ادري كم، ما اعرف مش بس ياسني اكل السمك.
نكمل جولتنا. شلال ترى في شلال بعد الطرف الثاني. أتوقع هذا رقصتهم الشعبية. بعد وقفنا ناكل هذا الخبز اللذيذ. عاد ام عبيد عندنا في البلاد وهذا له فرع اذربيجان. طبعا احنا ما نستغنى عن ام عبيد، الله يحفظها ويعطيها طولة العمر. عاد اليوم قلت بجرب السبانخ الخضره.